مش هينفع كده يا خميس. وايه اللي مش هينفع؟ انت جايب النقاش يشتغل جنبي، المفروض الحيطه تنشف وبعدين ارسم. يا عم ما تعملناش فيها فرح حسني والنبي، ده ما كانش سفينه اللي هترسمها. اه صحيح، هو بيرسم سفينه ليه؟ صدق الواد ده الكلام مظبوط، لان انا ابويا وامي جايين في طياره. ارسم لك طياره. ماشي، وفي الاول خالص انا تعمل لي جمل، عايز كل وسائل النقل. انا بتاع مبروك. رمضان كريم. اهلا يا حمايه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله ينور يا هندسه. لسه يا حاج. هو الحاج والحاجه جايين امتى؟ بكره ان شاء الله يا حاج. يوصلوا بالسلامه. تسلم. لابس الرسم ده ايده حلوه. تسلم. اه بابا بس الحاجات دي راحت عليها يعني. ونبي اخويا تتليه. راحت عليها على ايامكم السوداء. صدقت تؤمنوا بالله؟ لا اله الا الله. اهي الحاجات دي اللي كانت بتعمل للحج والعمره طعم. اه والله زي ما انت كده عامل للشهر الكريم طعم والله يا عم رمضان بالطبله العسل بتاعتك. اه بس مين يقدر بقى يا عم خميس؟ لا انا مقدر، عيب عليك. اه حبوا الحاجات دي يا ابني، حبوها، دي الحاجات دي اللي بتعمل للبلد طعم وريحه. اه والله. تصدق وتؤمن بالله؟ يعني انت واحد في صحتك كده وفي امكانياتك ديت كان ممكن بقى ياكل الشهد من الرياضة والمصارعة والملاكمة، لما انت اخترت الفن. سبحان الله. أنا ابني كمال الرسام يا حاج الله يرحمه، مش فاكره؟ لا يا شيخ. آه. يا حبيبي يا كمال. الله يرحمك. ده كان عليه رسمة كعبة. ربنا يوعدنا. يا رب، اكتبها لك يا عم رمضان. إيه؟ والساعه بتاعنا هتسحر في الشارع ولا إيه؟ لا طلع وراك يا حاج. والورايا ليه يا أخوي؟ ما تفضل تطلع قدام. ما تيجوا تتسحروا معانا. لا انا هتصح هنا عشان خاطر. طب سلام عليكم. صدق حماية يا حبيبي. نبي خلصنا يا فنان. عينيا. الله يسترك.